يا مرحبا، حلقة جديدة من فني نيوز بلشت لنمر بجولة سريعة على آخر الأخبار الفنية. الموسيقى هي أقوى اللغات القادرة على توحيد الشعوب دائما بجانب كرة القدم، وبالوقت اللي صار فيه إطلاق أغاني بطولة كأس العالم شيء تقليدي بيتكرر بكل دورة، قدم عدد من نجوم الغناء أغاني بكل اللغات وأبرزها الإنجليزي الفرنسي والعربي، ومن بينهم الشاب خالد يلي تفوق على ميريام فارس بعدد مشاهدات غنيته للمونديال. طرح النجم الشاب خالد غنية كأس العالم عبر قناته الرسمية يوتيوب وحصلت على 21 مليون مشاهدة بظرف كم يوم، وبتحمل الغنية لقطات من مباريات كأس العالم الماضية ولقطات لأهم الأهداف. محمد عز عم يكشف عن شخصيته بفيلم التاروت. كشف الممثل محمد عز عن شخصيته حسين علي اللي حيلعبها بفيلم التاروت، وهو محامي شريف بيكون زوج احدى الشخصيات الاساسيه بالعمل، وعايش ببيئه غير صالحه وبيحاول كل الوقت يعيش بشرف ونزاهه بهذا المحيط. وعن مشاركته مع الفنانه سميه الخشاب ورانيا يوسف يلي عم يتعاون معها للمره الثانيه بعد مسلسل ليلى ودولي، انهم عملوا ثنائيات رائعه وكان في كيمياء بالشخصيات. وبناقش الفيلم عدد من القضايا الإنسانية والمجتمعية المهمة، على رأسها العنف ضد الأطفال والتحرش، وبدور أحداثه خلال يومين حول ثلاث بنات بيتعرضوا لمشكلة، ومن بعدها كل وحدة بتاخد حقها بطريقة معينة. باسكال مشعلاني عم تضطر تهرب من البيت ليخلص كأس العالم. شاركت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني فيديو بيجمعها بعائلتها أثناء متابعتهم لأحدى مباريات كأس العالم 22، وبالرغم من انه باسكال ما بينت كلها بالفيديو، ولكن صوتها ناب عنها، وظهرت عائلة باسكال وعلى وجههم علامات الفرح والسعادة بفوز المنتخب يلي شجعوه، وقالت: قررت اهرب من البيت، صدقوني هذا مو مونديال عندي، في بإشارة منها لشدة الفرح والأصوات العالية الصادرة من عائلتها. وتفاعل جمهور باسكال ومتابعينها مع الفيديو ومع عفويتها بالحديث عن هروبها من البيت. ومن جهة تانية وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال باسكال أغنية على بيروت يلي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، غنية من كلمات وائل الأشقر، ألحان ملحم أبو الشديد وأخراج زياد خوري. فرقة لونا الكورية تفصل تشو من الفريق وتشو تتجه للقضاء. تم الإعلان بشكل رسمي عن فصل عضو فريق لونا الفنانة الكورية تشو، وإنها ما عاد ضمن الفريق، والسبب هو أنه تصرفات تشو بالفترة الأخيرة غريبة ومسيئة تجاه الموظفين والناس، بالإضافة إلى أنه تصرفاتها عم تكون بشكل غير لائق قدام الصحافة. وتناقلت عدة مواقع إلكترونية عالمية ببيان الوكالة يلي تم فيه الإعلان الرسمي لفصل تشو من عضوية الفريق الغنائي والاستعراضي، وأنه الفريق صار 11 عضو بس. وبالمقابل تشو رفعت دعوى قضائية بسبب وجود العقد يلي بينها وبين الإدارة، وقالت وكالة كورية أنه 90% الدعوة لصالح تشو وبالنهاية حترجع بالإجبار. وهيك بتكون خلصت أخباري، بشوفكن أنا إن شاء الله بكرة بيوم وحلقة جداد فيهن آخر التطورات على الساحة الفنية وكل شي تصدريته السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. وهلأ صار وقت ودعكن وإلكن تبقوا بألف خير.